أهلا بكم من واشنطن، نستعرض أهم الأحداث في المشهد الأمريكي. وفي هذه الحلقة، احتمالية تأخر إعلان النتائج أو حتى تزوير الانتخابات الأمريكية، رسائل متبادلة بين الساسة في بريد الشعب، والسباق نحو لقاح كورونا بين صور الباحثين عن علاج ومحاولات حصد الأصوات. لم يسبق أن كثر الحديث في الولايات المتحدة عن احتمالية حدوث تزوير واسع في الانتخابات كما هو الحال الآن، حتى أن رئيس ترامب قال مرة: لن نخسر في الانتخابات إلا إن كانت مزورة. بالتأكيد لم يصمت الديمقراطيون الساعون لاعتماد البريد وسيلة رئيسية للتصويت في الانتخابات، ليس خوفا على صحة الشعب من فيروس كورونا، ولكنها قد تكون رغبة في حمل الصناديق إلى بيوت الناخبين، ما جعل مصلحة البريد الأمريكية وسط تقاطع عن إيران وضغط كبير على مدير المصلحة من الديمقراطيين تحديدا. في هذا الملف نستضيف من ويست فيرجينيا عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية الجمهوري جورج هولدينج، ومن واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب دانيال ويس. أهلا بكما في حلقة من واشنطن. أبدأ سؤالي مع سيد هولدينج. التصويت بالبريد يثير جدلا كبيرا من ناحية القانونية، من ناحية الشرعية، وأيضا من ناحية التأييد السياسي، وذلك في أوساط الجمهوريين والديمقراطيين. أنتم مما تتخوفون فيما يتعلق بالتصويت عبر البريد؟ كل الولايات الخمسين لها إجراءات ميدانية من أجل إنجاح التصويت بخدمة البريد. هذا نجح في السابق، وأعتقد أن هذا سينجح في هذه المرة. كانت هناك أعداد من التجارب السابقة التي شابتها بعض الجوانب من القصور، لكن الآن أصبح هناك اعتقاد بأن التصويت بالبريد لن يشكل مشكلة كبيرة. وفي رأيي الشخصي أرى أنه سيكون لدينا بعض التحديات في هذه المرحلة، وسيأخذ الأمر وقتا حتى نجعل الأجواء تمر بأحسن ما يرام ونعرف الفائز بشكل نهائي. سيد دانيال ويس، أنت تعلم أن الرئيس ترامب سبق ولمح بأنه قد يرفض نتائج الانتخابات فيما لو شابت عمليات الاقتراع ما يعتقده أنه يمكن أن يكون تزويرا. ما الذي يمكن القيام به من ناحية الديمقراطيين فيما لو وصلنا نحن إلى هذه المرحلة، أي أن هناك طعن حقيقي بشرعية هذه الانتخابات؟ نحن ندخل إلى مياه غير مسبوقة وإلى مرحلة غير معروفة إذا حدث ذلك. أعتقد أنه في السابق كان الناس الناخبون يصوتون بشكل عادي، ولأن منهم من يفضل ذلك، ونعرف أن التصويت بالبريد يخدم حتى الجمهوريين، والرئيس ترامب فقط هو الذي يدعو إلى عدم التصويت بالبريد. ونحن نتحدث عن
الولايات الخمسين، ولذلك نقول إننا ندخل إلى مجال مجهول وإلى أشياء غير معروفة، وذلك بسبب تصريح الرئيس ترامب وهو الرئيس حاليا بأن التزوير هو الذي سيكون تهمته إذا لم يفوز. الآن الرئيس يحاول أن يخوف الناس بأنه إذا لم يفوز فسيكون السبب هو تزوير الانتخابات. هذا هو مكمن الخطورة. أعتقد أن هذا ما سيحدث. علينا أن نقلق بحذر، وعلينا أن نطبق القانون ونسمح للانتخابات بأن تمر بشكل طبيعي. إذا طعن الرئيس في انتخابات ونتائج الانتخابات، هناك في هذه الحالة مسألة من سيدافع عن الرئيس الذي يسائل النتائج. والآن نتحدث عن انتخابات محلية أو على صعيد الولاية أو الاتحادية، يمكن أن نطالب بإعادة الاحتساب وحساب التصويتات والأصوات. لذلك هناك حدود حول مسألة إثارة التساؤلات والشكوك والطعن في الانتخابات، لكن يمكن أن نسلك الأطر القانونية. ضيوفي، الرجاء البقاء معي قليلا. سوف نشاهد الآن أبرز التصريحات لمثلث الأزمة، أعني الرئيس ترامب، جو بايدن المرشح الديمقراطي، وكذلك مدير مصلحة البريد لويس دي جوي. سيحصل من لا يرغبون في التصويت على بطاقات انتخاب، وربما من لا يحق لهم التصويت. يقولون إن أجهزة الحاسوب ستسجل ذلك، وهذا لن يحدث، لن تسجل شيئاً، سيصوتون مرتين. أعتقد أن علينا أولاً النظر في موضوع التصويت عبر البريد، لأنه الطريقة الأسهل للتصويت، سواء كان ذلك يشمل الولايات الخمسين أو لا. أؤكد لهذه اللجنة وللأمريكيين أن خدمات البريد بكامل قدرتها والتزامها بإيصال البريد الانتخابي بأمان وفي الوقت المحدد. أواصل مع ضيفي من ويست فيرجينيا عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية الجمهوري جورج هولدينغ، وأيضا من واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب دانيال ويس. أبدأ أعود إليك مرة ثانية سيد هولدينغ. كما نعلم أن التصويت عبر البريد قد يؤثر إلى حد ما على نسبة الإقبال، إقبال الناخبين على التصويت، وهذا ربما قد يضر بشكل أساسي بالقاعدة الجمهورية، ما رأيك بذلك؟ هذه الانتخابات مشحونة للغاية، فالقاعدتان الشعبيتان للديمقراطيين والجمهوريين مشحونتان، ولذلك هناك الكثير من الضغط. ولذلك فهناك من يعتقد بأن تأمين الانتخاب بالبريد هو أمر مشروع وقانوني، وأنا أعتقد أنه هناك من يفضل التصويت بوقت مبكر، وهذا ينطبق على نورث كارولينا، وكذلك التصويت الغيابي الذي بدأ الأسبوع الماضي. ولذلك من يريد أن يستخدم هاتين الطريقتين أو إحداهما قد بدأ منذ أسبوع. ولذلك أعتقد أن هناك تدخلا خارجيا كان قد حدث من قوى أجنبية، ويجب حماية هذه الانتخابات من أي تدخل من الصين وروسيا. لا يجب السماح لهما بالتأثير على انتخاباتنا، لكن أعتقد أن القاعدتين الشعبيتين ستتمسكان بالمرشح المفضل لهما. ظروف كورونا المستجدة سيؤثر على عملية الاقتراع بطريقة أو بأخرى، سواء بالتصويت بالبريد أو التصويت الحضوري أو الغيابي. أعتقد أنه بالنسبة للتصويت الغيابي، أعتقد أنه لن يكون فيه مشكلة وسيحتسب. أنتقل إلى دانيال ويس. كما نلاحظ في الأيام الأخيرة، نتائج استطلاعات الرأي صارت جدا متقاربة بين ترامب وبايدن، إلى درجة يمكن القول بأنها لم تعد
مشجعة جدا لبايدن. هل أنتم متخوفون كما حصل قبل 4 أعوام من أن تكون نتائج استطلاعات الرأي غير صحيحة؟ نعم، أنا دائما أخذ كل حملة انتخابية على محمل من الجد. لا يمكن أن نحسم ما سيحدث إلا بعد البدء في حساب الأصوات. في 2016 كانت المشاركة تظهر بأن هيلاري كلينتون هي تفوق ب 2.1% مرشحها المنافس. الآن هذه الاستطلاعات تظهر بأن بايدن يفوق ترامب بنحو 7.5% منافسه ترامب. أعتقد أن هذا مشجع، وهذه الحملة بالنظر إلى السجل السيء لترامب فإنها ستؤدي إلى جعل النتائج المتوقعة قريبة. الآن الناخبون والديمقراطيين والجمهوريين متحمسون، والرئيس يوجه حملته الانتخابية ليخاطب قاعدته الانتخابية ولا يستهدف الناخبين الجدد. هذا أمر ملحوظ. والشيء الآخر الذي يجب تسجيله هو أنه من الأهمية بمكان استهداف الناخبين غير التقليديين، وخصوصا من هم في الضواحي، لأن هناك الكثير من الأوساط التي تقول إن ترامب يزرع الخوف بدل الأمل. والرئيس هو فقط يخوض حملته الانتخابية ضد جو بايدن شخصيا ولا يقدم أجندة شاملة. وبالنسبة لمدى الشعور بالأمن تحت رئاسة جو بايدن، هذا السؤال الذي يثيره ترامب بشكل متكرر. يقول للناس إنهم لن يكونوا آمنين تحت جو بايدن إن أصبح رئيسا. لذلك هو يزرع الخوف في الشعب الأمريكي. والاستطلاعات يمكن أن تكون غير دقيقة، هذا دائما أمر وارد، ولذلك الحملتان يجب أن تكثفا. ابقوا معنا نتعرف للحظات على المراحل التاريخية التي مر بها التصويت عبر البريد. أواصل مع ضيفي من ويست فيرجينيا عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية الجمهوري جورج هولدينغ، وأيضا من واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب دانيال وايس. أولا أود أن أسألكما مرة ثانية من حيث انتهيت مع سيد وايس، أن نتائج استطلاعات الرأي جدا متقاربة، وأن هناك ربما قد تكون استطلاعات الرأي مرة ثانية مخطئة في حق الناخب في حق المرشحين. سؤالي إليكما هو التالي: ما هي العوامل التي يمكن أن تغير بمسار هذه الاستطلاعات أو أن تقلب اتجاهات الناخب بشكل مفاجئ؟ ما هي توقعاتكم باختصار إن سمحتم؟ الاستطلاعات يمكن أن تكون غير دقيقة، ولذلك هناك من هو يخاف من الاستطلاعات ومن يشكك فيها فقط بمجرد التشكيك. وأعتقد أنه إذا نظرنا إلى العوامل الأساسية يمكن القول أولاً
التقدم في هزم الفيروس والتوصل إلى لقاح قبل الانتخابات. وهناك الاضطرابات الأمنية في عدد من الولايات، لا يحدث هذا في مكان دون آخر، ولكن هذا يحدث في أماكن عدة بما في ذلك نورث كارولينا. والسيد وايس محق، في الضواحي هناك قلق ومخاوف بوصول الاضطرابات إلى هناك والخروج من المناطق الحضرية، وعلى الناس أن يتخذوا قراراً فيما يخص من هو الأجدر والأكثر أهلية للتعاطي مع مثل هذه الاضطرابات إن حدثت. ومن المهم بالنسبة للشعب الأمريكي الثقة في قادتهم والثقة في قدرة قادتهم على التعامل مع هذه الأزمة الكبرى بسبب كورونا المستجد وكذلك الاضطرابات المحلية. الرئيس الآن له الفرصة للإظهار والبرهنة على قيادته، ولديه نحو 55 يوما أو نحو 60 يوما قبل الانتخابات، لذلك له هذه الفرصة الآن من أجل أن يبرهن على قدرته على التحرك في الاتجاه الصحيح، وكذلك الاعتماد على المصوتين. أود أن أثير النقطة نفسها مع السيد دانيال ويس. هل تؤيدون بعض التحليلات وهذا ما رأيناه أمس في صحيفة الواشنطن بوست من أن ثمة عوامل طرأت على حملة بايدن وهي فقدت بعضا من نفوذها في الأيام الماضية وأيضا تراجعت في أوساط استطلاعات الرأي؟ ما سبب ذلك برأيك باختصار إن سمحت؟ أعتقد أنني أختلف مع هذا الطرح. لا أعتقد أن الناس في الضواحي خائفون مثلا من الاضطرابات والاحتجاجات. الأمريكيون يدعمون بشكل قوي الاحتجاجات السلمية التي تدين التمييز العنصري. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يستخدم هذه الاحتجاجات كوسيلة لإخافة وترهيب الناخبين بسبب فشله في هزم كورونا المستجد وبسبب إخفاقه في إبقاء الوظائف للعمال الأمريكيين في ويسكنسون وبنسلفانيا وميشيغان والعديد من الولايات. هو يريد أن يشتت انتباههم عن القضايا الهامة، وهو يعرف القضايا التي تهم أكثر المستطلعة آراؤهم. لذلك بصرف النظر عما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، نعرف أن هناك نحو 190 ألف وفاة وأكثر من 6 ملايين إصابة. هذه الأرقام مرعبة، وهو أي الرئيس يحاول تشتيت انتباههم عن هذه الإخفاقات. أعتقد أنه يحاول أن يظهر بأن شعبيته في الولايات المختلفة وحسب الاستطلاعات هي جيدة ولا خوف عليها. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك تغيرات في هذه الاستطلاعات من الآن إلى وقت حدوث الانتخابات. شكرا جزيلا لك سيد ويس، وأشكر أيضا عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية الجمهوري سيد جورج هولدن، وأيضا مرة ثانية شكرا لدانيال ويس كنت معنا. إذن وبالعودة إلى في السياق نفسه، نتابع أبرز التفاعلات مع ملف التصويت بالبريد الذي يثير جدلا واسعا في أوساط الأمريكيين. السناتور الديمقراطي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ جاك شومر غرد قائلا: لن نسمح للرئيس ترامب ورئيس مصلحة البريد دي جوي بتقويض أقدس أمرين بالنسبة إلينا، الانتخابات ومصلحة البريد. لينزي جراهام العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ غرد قائلا: بينما أشارك الرئيس خلقه بشأن تزوير الانتخابات التي يكون فيها التصويت عبر البريد السبيل الرئيسي للانتخاب، فأنني لا أؤيد تأجيل انتخابات شهر نوفمبر.
خلال الأيام الماضية ضجت أمريكا بفعل خبر تحدث عن رسالة من مدير مركز مكافحة الأمراض والأوبئة موجهة لحكام الولايات، تطالبهم بالاستعداد وتسهيل وتجهيز أنفسهم لاستقبال لقاح كورونا المفترض وتوزيعه بداية شهر نوفمبر. ما توقف عنده كثيرون ليس قرب التوصل إلى لقاح، لكنه التاريخ الذي سيأتي قبل أيام فقط من اصطفاف الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة. آمل أننا نقترب من التخلص من الوباء، نقترب من ذلك، وأحرزنا تقدما عظيما لتوفير اللقاحات، وتدركون حجم العمل الذي يقوم به الأطباء وغيرهم. نتقدم بسنوات عن الجدول المحدد. لو كان هناك رئيس آخر لما تحدثتم عن لقاحات لعامين أو ثلاثة. متى سأحصل على اللقاح؟ الرئيس الحالي يطلق الكثير من الإيماءات، لكن ذلك لا يهم طالما أنك لا تجيب على السؤال متى سأحصل على اللقاح؟ للحديث عن هذا الملف نستضيف رئيس قسم الأخلاقيات الطبية في كلية الطب بجامعة نيويورك الدكتور آرثر كيبلن. دكتور كيبلن، شكرا لحضورك معنا. أود أن أسألك أولا السؤال الذي يطرحه كل أمريكي، في أي مرحلة نحن الآن من الوصول إلى لقاح، ومتى برأيك يمكن أن نحصل عليه؟ نحن في مراحل مبكرة في البحوث عن اللقاح. معظم البحوث والدراسات بدأت لتوها في العديد من التجمعات. عندما نتحدث عن 40,000 شخصا كاختبارات سريرية، بعضها هنا وبعضها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن اللقاح سيتوصل إليه بشكل عام. سيمكن استخدامه فقط في نطاق محدود، ولن نتوصل إليه قبل نهاية ديسمبر. سؤال ثاني باختصار أيضا، هل تعتقد دكتور كيبلن أنه جرى تسييس مسألة اللقاح ضد فيروس كورونا؟ نعم، نرى أن السياسة تلعب دورا هنا. ترامب يحاول أن يدفع بشكل ضاغط لأنه يعرف أن الاستجابة لكورونا المستجد لم تكن ملائمة ومناسبة، وهو يقول الآن إن اللقاح قريب، حتى مع العلم أنه لن يكون جاهزا للتوزيع، فهو هنا يريد أن يكسب نقاطا ضد جو بايدن. ابقى معي دكتور كيبلن لنستمع إلى المقاربات المتعارضة بين المختصين في المجال الطبي، خبير اللقاحات بول أوفيت ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي. إن طلب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الاستعداد لتوزيع اللقاح في أسرع وقت ممكن قرار مسؤول، فلا ضرر في الاستعداد مبكرا، وسأكون متفاجئا إن كنا كذلك. بالنظر إلى أن اللقاح سيكون على جرعتين فنحن لسنا مستعدين بشكل كامل، ثم إن علينا الانتظار لشهر لتقديم الجرعة الثانية، ثم لأسبوعين آخرين لاكتساب المناعة الكاملة، وبعد ذلك مرض أولئك الذين تلقوا علاجا بديلا ليس إصابتهم فحسب بل مرضهم، ولذلك لا أتصور كيف سيحدث كل ذلك بنهاية أكتوبر. But we are cautiously optimistic. إننا متفائلون بحذر بالنظر إلى البيانات الأولية للتجارب على الحيوانات. سنكون على الأقل قادرين على تحديد فعالية اللقاح بحلول الشتاء ومطلع العام المقبل. أكرر، بالعمل مع الشركات وباستخدام الاستثمارات التي قدمها الكونغرس، أمل أن تكون الجرعات متوفرة مع بداية العام المقبل. نواصل مع رئيس قسم الأخلاقيات الطبية في كلية الطب بجامعة نيويورك آرثر كيبلن. دكتور كيبلن، باختصار من فضلك، أين أخطأ الرئيس ترامب وأين أصاب فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا؟ في رأيي خطأه هو عدم
إجراء الكثير من الاختبارات وعدم القيام بما يلزم في التوجيه بأن تحدث هناك إغلاقات وحجر منزلي في وقت مبكر. كان يجدر أن يتم تشجيع البحوث في وقت مبكر، ولكن أعتقد مع ذلك أنه لن يكون هناك لقاح قبل نهاية العام. شكرا لضيفي رئيس قسم الأخلاقيات الطبية في كلية الطب بجامعة نيويورك الدكتور آرثر كابلن. نصل إلى نهاية هذه الحلقة من واشنطن، ملتقانا مجددا في الأسبوع المقبل. تحياتي وإلى اللقاء.